أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.